تحية طيبة لكم جميع مشاهدي تلفزيون سوريا في كل مكان. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست. كالعادة مع أبرز المواضيع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأها مباشرة بعد العناوين. خطوبة زين الأسد على باسل آصف شوكت تثير الجدل، والحقيقة أغرب من الخيال. وفي مواضيعنا أيضا، وسيم الأسد في حضرة موسوي يوجه نداء، يلا تحركوا خلينا نخلص بقى. وفي مواضيعنا، كان عاما مليئا بخروج مطار دمشق عن الخدمة، المطار عاد حقا عاد؟ ما تزال أصداء موت رضي موسوي القيادي الكبير في الحرس الثوري الإيراني متواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى اليوم، وكنا تناولنا التفاعلات والأحداث التي جرت عقب خبر مقتل موسوي، ولعل أبرزها كانت تصريحات الناشط الموالي المعروف بشار برهوم بأنه شامت بل وفرح بمقتل رضي حتى وإن كان من قتله إسرائيلي. الجديد في قصة موسوي هو ما تم تداوله عن زيارة قام بها وسيم الأسد لمقر السفارة الإيرانية بدمشق، وذلك من أجل تقديم واجب العزاء بمقتل موسوي، حيث انتشرت هذه الصور وهي عدة صور لوسيم وهو يقوم بالتعزية في مقر السفارة الإيرانية وسط حضور إعلامي لوسائل إعلام حزب الله وإيران. وأيضا ظهر وسيم وهو يكتب كلمة في هذا الدفتر الذي سبق لضباط تابعين للنظام أن كتبوا فيه بعض عبارات التعازي والمواساة. إلى ذلك، ظهر وسيم الأسد في فيديو وهو جزء من مقابلة كانت تجرى معه عبر أقنية الميادين والمنار، قال فيها إنه يثق بالقيادة وبأنها سترد في المكان والزمان المناسبين، مطالبا إياها والجيش بأنه اتحركوا بدنا نخلص بقى. الجهات الاسرائيليه متواصله اليوم على دمشق استهداف يعني المستشارين الايرانيين في سوريا، تخلي عزيمه اليوم المقاومه تخف ولا لا؟ في مزيد اصرار على ما في شيء بخفف العزيمه يا عمي، نحن كلياتنا اليوم مشروع شعار، وبالنسبه للاسرائيلي قال السيد الرئيس في رد وقت مناسب، احنا ما لنا سبب طبعا، بس اللي بتشوفه القياده ابعد استراتيجيا وما في شيء بيهزنا، يعني لا رباط ولا غير رباط، ونتمنى نحن نشوف حرب ونخلص بكره. المقابلة أيضا لقناة العالم، لم نأتي على ذكر قناة العالم في التفاعلات مع هذه المقابلة وهذا هذه التصريحات. هنا خالد يقول ضايعين الشباب، واحد بيشمت وواحد بيروح بيعزي. أما طلال فيقول هذا وسيم الأسد صاحب واجب وما بيمرق هيك مناسبة بلا ما يروح ويخبص. أما هذا الحساب ويدعى تنجيت رومو يقول وسيم الأسد اعتمدوا على رأيي، الموسوي دحى ولا كخة؟ احترنا معكم. وللإجابة على هذا السؤال، سؤال تنجيت، فنقول لا، مو ضايعين ومش مضيعين البوصلة، البوصلة واضحة الآن، لم واضحة لكل شخص ولكل من لا يريد أن يفهم. الدليل أن ثلة من المسؤولين التابعين للنظام وعلى رأسهم علي مملوك وفيصل المقداد كانوا في عزاء موسوي أول يوم أمس بحسب هذه الفيديوهات. جريمة أخرى موصوفة ذات طابع دبلوماسي، الشيء الذي حرمه القانون من الدولي، لكن معروف أن الشهيد رضي كان دائما يقف إلى جانب المبادئ ويقف إلى جانب عقود الأمة. لأن هذا المحور هو محور الحق ومحور الصدق، هذا المناضل الذي قدم أغلى ما يملك في سبيل الحفاظ والقوة لهذا المحور الذي يناضل ضد قوى الإرهاب والشر والطغيان.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا. لطالما كان ظهور عائلة الأسد وأفراد أسرته محط تحليل وترقب في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن ظهور العائلة بشكل قطعي لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا لا يمكن أن يكون ظهورا طبيعيا عفويا كظهور أي عائلة سورية عادية، بل يكون مخططا وغالبا ما يكتسي بغطاء سياسي موشى بالرسائل السياسية حينا أو مبطنا برسائل مجتمعية تؤدي وظيفة معينة. ومع تواري عائلة الأسد عن الظهور في الفترة الأخيرة وحتى تواري بشار الأسد نفسه عن أحداث إقليمية وعالمية كبرى ترتبط بسوريا لعل أبرزها أحداث غزة بشكل مباشر، يكاد يكون آخرها هذا الظهور الخجول في هذا الاجتماع لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي مؤخرا، والذي أيضا تحدثنا عنه هنا في ريبوست مرارا. يبدو أن بعضهم قرر أن يعيد سيرة الأسد وعائلته إلى الواجهة، وهذه المرة عبر هذا الخبر المنتشر بكثرة خلال اليومين الماضيين. يقول الخبر: تم عقد قران باسل شوكت ابن بشرى الأسد على زين بنت بشار يوم أمس في قاعة الاحتفالات في قصر المهاجرين وسط تكتم إعلامي من قبل النظام لأسباب غير معروفة. ويضيف الناشر: لا بارك الله لهما ولا عليهما إلى آخره، أو يعني كما قالت بعض الصفحات الإخبارية كهذه الصفحة وتدعى الجسر هنا، تقول: متداول وسائل إعلام موالية تفيد بعقد قران زين ابنة رئيس النظام بشار الأسد على ابن عمتها بشرى باسل آصف شوكت. الصور التي انتشرت تظهر زين الشام ابنة الأسد تظهرها بالفعل بهذا الزي، زي العروس، في حين تظهر الصورة الثانية باسل ابن آصف شوكت وبشرى مع الأسد نفسه. لكن بالتدقيق في هذا الأمر تبين أن صورة زين ما هي إلا صورة مولدة عبر الذكاء الاصطناعي، وأما صورة باسل هذه مع بشار فما هي إلا صورة قديمة كان التقطها مع الأسد ونشرها في موقع أو في حسابه في تطبيق إنستغرام. وما يؤكد أن خبر الزفاف غير صحيح، أو عقد القران بالأحرى، هو والصورة آنفا طبعا، هو لجوء معظم الصفحات المقربة من النظام إلى حذف الخبر من منصاتها بعد التشكيك الحاصل بهذا الخبر، إضافة إلى أن جميع وسائل الإعلام الرسمية أو المقربة من النظام لم تنشر أي معلومة بشأن زواج أو عقد قران باسل آصف شوكت على ابنة رئيس النظام زين بشار الأسد. من أوائل الذين تصدوا لمحاولة كشف زيف هذه الصورة كان الصحفي السوري عمر قصير، والذي ينشط في مجال التحقق من صحة الأخبار على صفحته في فيسبوك. كتب هنا يقول: قبل أن يفرش هذا العبط بشكل أكبر لم تنشر أي وسيلة إعلامية موالية أي معلومة متعلقة بهذا الأمر. ما حدث ويحدث بحكم العادة أن الهبيدة النسيخة اللصيقة يضيفون البهارات على الناشر الأول لتحقيق ما تيسر لهم من انتشار ووصول. لماذا نشر الناشر الأول ما نشر؟ وما مدى صحة ما نشره؟ سأكتفي بالقول لا تعليق. المهم، صورة العروس زين الأسد هي صورة ذكاء اصطناعي AI وليست صورة حقيقية بحسب التحقيق الذي قمت به باستخدام مواقع متخصصة. أما صورة باسل آصف شوكت وبشار فهي صورة سبق لها أن انتشرت عبر حسابات موالية في إنستغرام. وبالتأكيد هنا وضع عمر مجموعة من الصور، منها هذه الصورة المأخوذة من موقع AIornot.com، والذي يستطيع أن يتحقق لك فيما لو زودته بأي صورة إن كانت من صنع الإنسان أو إنها كانت مولدة عبر الذكاء الاصطناعي. بكل الأحوال، الحلبي في تعليقه هنا يقول، عدنان الحلبي يقول: طنجرة ولا إتغطاها. أيضا هنا ريف حماء الشمالي، هكذا يسمى الحساب، العسكري اللي كان بحبه أكيد بيكون انجلط على هيك خبر. طبعا قصة تحدثنا عنها كثيرا في ريبوست في وقت سابق من العام الماضي، قصة العسكري الذي كان يهيم عشقا بزين الشام ويتحدث معها على الماسنجر قبل أن يكتشف أن الحساب الذي كان يحادثه كان حسابا مزيفا. أيضا هنا في التعليقات زل عزة
يعني بالحقيقة خبر كتير مهم لحتى نصرف عليه وقت وجهد لنتأكد إذا صحيح أو لا. أهلا بكم جديد مشاهدينا. أفادت وسائل وإعلام مقربة من النظام بعودة مطار دمشق الدولي إلى الخدمة، وذلك وفق موقع أثر بريس المقرب من النظام. إلى ذلك لم يصدر الإعلام الرسمي للنظام أي خبر رسمي بعودة المطار إلى الخدمة بعد أكثر من شهرين على توقفه بسبب الغارات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة، والتي كما أسلفنا في حلقات سابقة من ريبوست أنها تحولت إلى خبر روتيني يومي، أو بالأحرى لم تعد خبرا على الإطلاق، ولم يعد أحد يكترث لهذا الخبر، إذ أن هذا الخبر هو خبر متكرر ويوميا تحدث هذه القصوفات التي تقوم بها إسرائيل دون أن يرد النظام بأي كلمة. طبعا ذكر موقع أثر بريس أن عددا من المسافرين أبلغوا بتحويل رحلاتهم من مطار اللاذقية إلى مطار دمشق الدولي. كان عاما مليئا بجملة خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة، هذه عبارة منتشرة بشكل كبير وفق آراء وتغريدات كثير من السوريين الذين تفاعلوا مع هذه المسألة. من هذه التفاعلات هنا حسان عبد الله في موقع إكس أو تويتر سابقا يقول: تحويل رحلات من مطار اللاذقية الدولي إلى مطار دمشق الدولي مساء الأربعاء 27 كانون أول الجاري، المطار سيعود للخروج من الخدمة، ويضع هاشتاغات سوريا دمشق مطار دمشق الدولي. أيضا عبد الرزاق المردود يقول ساخرا: شلون كانت سنة 2023 عليك؟ والله مثل ما كانت على مطار دمشق الدولي تماما. أيضا عزيز ينبه المسافرين عزيز ويقول: مطار دمشق الدولي عاد إلى تشغيل مؤقتا بعد تعطل دام 86 يوما بالتمام والكمال، ومعه مطار حلب الدولي، ومن هون للساعة الثانية فجرا بعد شي 5 ساعات أكثر أقل اللي بده يفوت سوريا الأسد يستعجل شوي. مع الإعلان غير الرسمي لاستئناف الرحلات الجوية بمطار دمشق الدولي، إلا أنه بحسب موقع صوت العاصمة كان قد أعيد تشغيل المطار لأغراض عسكرية فقط منذ أسبوعين. يقول الموقع إن الشركة السورية للطيران بدأت بتسيير رحلات لأغراض تجارية وعسكرية داخل وخارج سوريا بشكل دوري، وبالرغم من إعلان خروج المطار عن الخدمة بشكل رسمي منذ آخر قصف إسرائيلي أو آخر تشرين الثاني الفائت، نقل الموقع عن تاجر يعمل على تصدير بضائعه بشكل مستمر بين دمشق والقامشلي أن عمليات الشحن قائمة منذ أكثر من أسبوعين، وهذا في حين أوضح أحد عمال المطار للموقع أن طائرات الشحن تستخدم الجزء غير المتضرر من المدرج الشمالي للمطار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذا الفيديو وإلى فقرتنا المنوعة بطبيعة الأحوال، وهو لثلوج ولاية أغري التركية. نتابع ونعود.
عام 2023 عام صعب مر على جميع السوريين في كل مكان، ثقيلا مليئا بالمآسي. لعل على رأس هذه المآسي كان الزلزال الذي ضرب تركيا والشمال السوري وتداعياته، وها هو العام يختم على السوريين في ولاية هاطاي ويهل عليهم أو يذكرهم بالمأساة التي مروا بها خلال عام 2023 إلى جانب باقي المآسي. نرصد في هذه المادة السوريين في هاطاي وتطلعاتهم للعام الجديد. والله صراحة سنة 2023 كانت أصعب سنة علينا كسوريين كلاجئين تركيا. سنة الزلزال الصراحة يعني تعذبنا كثير، موضوع البيوت، بركنا بالشوادر، موضوع الكهرباء، الماء، المدارس، التعليم، موضوع الشغل، عانينا كثير من الأمور هاي. الحمد لله الأمور إن شاء الله، نتأمل بالسنة الجديدة تكون للأفضل وللأحسن إن شاء الله، ترجع أمور الشغل تتحسن، أمور البيوت تتحسن أكثر من هيك، متأملين بالله خير يعني إن شاء الله عز وجل. رجعت فتحت محل الحمد لله، تكلفت كثير، بلشت من الصفر، متأملين إن شاء الله يتحسن الشغل، يتحسن الوضع أكثر من هيك بإذن الله. سنة 23 بدايتها أول شهرين كان يعني بحالة كويسة، بس بعد الزلزال شفت الناس شلون تشردت، طلعت من منطقة لمنطقة، إيجارات ما في، بيوت ما في، وإذن سفر عم بوقفوا له، بخصوص للسوريين بحكي لك، غير للسوري بعمر ما بده بيروح. وقلت لك إنه موضوع إذا تفتح مصلحة معينة بدك ورقة، بدك ترخص، ما ترخص، ما في ترخيص للسوريين أبداً. فبهاتاي هون عم بتغاضوا هالشيء هاد، عم تحسب تشتغل، بغير منطقة ما في. ومن قلت لك من ناحية الإيجار البيوت هون صار فوق الغيم وما في. برا بتحسن بتلاقي ومؤجور كويسة مشان الإيجارات البيوت، فعم نضطر نسكن برا بقيصري ونجي نفتح هون ونشتغل مشان مصالحنا، وعملنا بهالمحل فقط لا غير. مشان سنة 2024 ما بتعرف شو يمكن بعد هالسنة هاي يفتحوا قرار جديد مشان إذن السفر خصوصي يسهلوا على السوريين، بقى الله أعلم إن شاء الله إذا فتحوا إذن السفر فالناس تحسن تشتغل بغير مطرح، تتوسع الأمور للسوريين أكثر، بقى أمنا بالله. هاي السنة كانت صعبة علينا كثير يعني، كونه اجى الزلزال يعني ونزحنا ورجعنا عدنا، يعني صار في نزوح، قلب نزوح يعني، بعد ما نزحنا من بلدنا سوريا رجعنا نزحنا هون بمنطقه النزوح اللي نزحنا عليها. بشكل عام كان الوضع صعب والله كثير مو شوي يعني، ورجعنا الحمد لله رب العالمين بعد الانتخابات مباشره، يعني بعد الزلزال ما يقارب 3 شهور عدنا ووقفنا عجرينا. المحل كان تقييمه اغر حصار، الحمد لله رب العالمين ما نهد، حسنا نطالع الاغراض ورجعنا فتحنا وأسسنا حالنا ووقفنا عجرينا، والأمور إن شاء الله من أحسن لأحسن، العالم عما ترجع والوضع يعني عما يتحسن إن شاء الله، الله يتلطف فينا ويكون بأون العباد جميع إن شاء الله. والله يا أخي هلأ سنة 23 عدت علينا شوي يعني أزمة ميكني يعني صار في هالزلزال، تنقلات، رحنا على أكثر من مدينة، ما حسنا نستقر هناك، أولا مشان اللغة وثانيا مشان المعيشة. عدنا والله لفينا كتير يعني مناطق وردينا ما لقينا غير سبحان الله انطاكيا هي يعني أحسن شيء كشغل، بس المشكلة بشر فيها لسه قليل يعني، ما فيها الاستوعاب يعني يشغلك، بس الإنسان بده يشتغل بيقول يا الله يعني بده يفتح يعني باب سبب. والحمد لله كان محلنا بس عم بمنطقة راح بالزلزال، فتحنا بغير منطقة من يعني وقلنا يعني نيسر أمور شغل، والحمد لله يعني الأمور كل ما لها على أحسن، على يعني في عالم عم ترجع، في عالم عم بدها تعيش يعني، بدها تفتح محلات، بدها تيسر امورها، وان شاء الله خير، بس يعني لسه في شوي يعني مأساة بالحياه. والله سنه 2023 الحمد لله رب العالمين مرت علينا صعبه، بتعرف اجى الزلزال وكان عندي محل انا كبير وعندي 4 موظفين الحمد لله، المحل انهدم كلياته باللي فيه، ورحنا على مرسين وكانت النقل كثير صعبه والله ومكلفه يعني، ورجعنا مرسين هنيك أمورنا ما زبطت، كان الغلاء المعيشة كتير سيء والمعيشة غير انطاكي، انطاكي طبعا أفضل متعودين عليه دبايننا وناسنا وأقربائنا وأعزائنا وأحبابنا كلها كانت بانطاكيا، لذلك الأمر ضلينا شي 10 شهور بمرسين ورجعنا هوني على انطاكيا، والحمد لله رب العالمين فتحت محل جنب محل قديم ب 200 متر بنفس الشارع، الشارع الرئيسي، ونأمل إن شاء الله نرجع نوقف على رجلينا ونرجع مثل ما كنا وأحسن. إلى هنا نصل إلى ختام ريبوست لليوم، مشاهدينا نلقاكم يوم الأحد القادم بتمام 7 بتوقيت دمشق، إلى ذلك الوقت دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.